ان شاء الله احنا بس عشان نظام العمل زي ما حضرتك حابب ان احنا مثلا ان شاء الله كل الاسئله هتوجه لحضرتك ان شاء الله في نهايه القطاع اللي هنشتغل عليه، نهايه الورشه. كل الحضور هيبقى مسموح لهم ان هم يتكلموا في المايك بس بالترتيب، بحيث ان كل اللي عاوز يتكلم بيرفع ايده في الشات وانا ان شاء الله بفتح المايك، ويبقى احنا في نظام بحيث ان احنا نسمع بعض كلنا. المايك مع حضرتك ومع الحضور الكرام، نشوف حضرتك ان شاء الله يا دكتور محمد، واهلا بيكم ومرحبا في ايمج افريقيا بالعربي بحضرتك وحضرتك. تمام، شكرا جزيلا يا دكتور، وبالتوفيق يا رب ان شاء الله النهارده وبقيه الايام كلها. هعمل شير سكرين بس. تمام كده، الشاشة واضحة بالنسبة لحضراتكم. لو في أي مشكلة ظهرت بتبلغونا على طول. ماشي. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية يعني برحب جدا بحضراتكم، ومبسوط جدا النهاردة أن أكون معاكم بنتناقش في بعض الموضوعات اللي أكيد مش جديدة عليكم، بس ممكن نتناولها ونتناقش فيها من عدة زوايا مختلفة. والنهاردة يعني نتكلم بشكل مفصل على دور المعامل الافتراضية في توفير بيئة تعلم ممتعة وجذابة أونلاين للطلبة، وآمنة لو إحنا بنتعلم أوفلاين كمان للطلبة، خاصة لطلبة المدارس. في البداية أحب يعني أعرفكم بنفسي، أنا محمد ندى، المؤسس والمدير التنفيذي لمنصة فيلابي المعامل الافتراضية. حصل على ماجستير في تخصص تكنولوجيا التعليم، وباحث دكتوراه في تكنولوجيا التعليم كلية التربية جامعة دمياط، كمان محاضر كمبيوتر بمعهد رايا العالي، وحصل على جائزة أليكسو لأفضل تطبيق موبايل تعليمي في الوطن العربي، وأيضا تم اختياري من قبل الاتحاد الأفريقي للمشاركة سنتين 2018-2019 ضمن أفضل مبتكر التعليم في أفريقيا. ونتشرف بالاختيار ده اللي احنا نكون ضمن عضو في شبكة مبتكر التعليم في أفريقيا لمدة عامين على التوالي. النهارده إن شاء الله حابب يعني أتناقش معاكم في دور المعامل الافتراضية لطلبة المدارس للتعليم أونلاين. بس قبل حتى ما نوصل للمعامل الافتراضية، خلينا نتكلم مع بعض عن أنواع التفاعل اللي الستيودنت أو الطالب بيقع في العمليات التعليمية سواء كان أونلاين أو أوفلاين. لو جينا قسمنا التفاعل في عملية التعلم هتلاقيه متقسمة إلى ثلاث أنواع أساسية من خلال دور التفاعل اللي بيتم، سواء كان مع المحتوى، وده تفاعل الطالب مع المحتوى، وتفاعل الطالب مع المدرس، وتفاعل الطالب مع أقرانه من الطلاب التانيين. بالنسبة لتفاعل الطالب مع المدرس، ده طبعا بيتم سواء أونلاين أو أوفلاين، وبيتم سواء الطالب بيسأل المدرس أسئلة أو المدرس بيدي تعليماته للطلبة، سواء كان كل طالب على حدة أو كل الطلاب مع بعضهم. أيضا تفاعل الطالب مع زملائه، ده ممكن يتم بطريقة فردية، وممكن يتم أونلاين، وممكن يتم أوفلاين، سواء كان من خلال وسائل التواصل المتاحة في المنصة اللي بتعلم من خلالها. أما كلامنا النهاردة إن شاء الله هيكون على طريقة التفاعل ما بين الطالب والمحتوى. طول عمرنا طبعا كنا بنتعلم إن المحتوى كان عبارة عن الكتاب المدرسي بتاعنا أو المصادر اللي إحنا بنتعلم منها، وفرص التفاعل طبعا تتفاوت أو تفاوتت على مدار المصادر التعليمية المختلفة اللي إحنا بنتعرض إليها أو الطالب بتاعنا بيتعرض إليها. ولو جينا قسمنا فرص التفاعل مع المحتوى سواء كان أونلاين أو أوفلاين، فهنيجي تلاقي عندنا اللي أول نوع من أنواع التفاعل هو التفاعل اللي بيتم مع من خلال النصوص أو الصور في الكتب النظرية أو حتى الكتب التفاعلية أو الكتب الأونلاين، سواء كان PDF أو مدونات أو
مقالات مكتوبة والطالب بيقراها. طبعا كل المقالات دي بتكون متوفرة بال بس ازعاج بس معلش معلش، هو الصوت فيه تشويش بس معلش. تمام كده مظبوط ولا ايه؟ هو زي ما يكون عند حضرتك بحق او تشويش بس يعني، دي الفكرة. طيب تمام. كده الصوت واضح تمام؟ كده تمام ان شاء الله، تمام كده تمام تمام، كده تمام. فكان اول نوع من انواع التفاعل اللي بيتم على المحتوى هو لما يكون المحتوى بتاعي عباره عن نصوص وصور ومقالات مكتوبه في المقالات الاونلاين او الكتب النظريه اوفلاين، وده النوع ده ما كانش بيوفر اي نوع من انواع التفاعل مع الطالب، مجرد معلومات الطالب بيبقى متلقي ليها سواء كان بيقراها او صور بيتفرج عليها، لكن الموضوع كله ما بيكونش فيه أي تفاعل مع المحتوى من خلال الطالب. تاني نوع من أنواع التفاعل أو من أنواع المحتوى زي الانفوجرافيك. الانفوجرافيك ده عبارة عن رسومات جرافيكية بتوفر للطالب رؤية بصرية أكتر للمحتوى سواء كان انفوجرافيك ثابت أو انفوجرافيك تفاعلي، ولكن برضو دور الطالب هنا بيكون متلقي للمعلومة، وحتى إن كانت المعلومة بتقدم بطريقة بصريا أفضل وألطف من خلال الصور الثابتة أو النصوص، ولكن برضو يظل دور التفاعل هنا مع الطالب بيكون قليل جدا، والتفاعل بيكون ماشي في اتجاه واحد إن الطالب بيقرأ الانفوجرافيك أو بيتفرج على الانفوجرافيك التفاعلي ده. تاني حاجة أو تالت حاجة وهي منصات الفيديو أو التعلم من خلال الفيديو المختلف، والفيديو ده حتى لو كان برضه فيديو تفاعلي فهو التفاعل فيه بيكون أفضل من الحاجات اللي قبله سواء في جرافيك أو نصوص، لأن الطالب يقدر يتحكم في التعلم بتاعه ويقدم الفيديو ويأخره ويوقفه ويثبته، لكن ما بيكونش أكتر من كده. ممكن يتعرض لسؤال في قلب الفيديو التفاعلي بحيث ان هو يتنقل للمرحله اللي بعد كده من الفيديو، لكن برضه بيظل دور التفاعل مش اكبر حاجه وبيكون اقل في تفاعل الطالب ما بينه وما بين المصادر الاكثر تفاعليه. نيجي لاخر نوع واكثر نوع تفاعليه وهو الانتراكتيف سيموليشن بروجرام او برمجيات المحاكاه التفاعليه، واللي بيتم من خلالها عملية تفاعل كاملة مع المحتوى، بيكون الطالب فيها هو اللي متحكم في عملية التعلم بشكل كامل من خلال تحكمه في المحتوى، هو اللي بيتفاعل مع المحتوى وهو اللي بيتحكم في إيه اللي يظهر له وإيه الأدوار اللي بيقوم بيها وإيه الأكشن اللي ياخده عشان يكمل في عملية التعلم دي، واللي من خلالها أو من الأمثلة على الـ Interactive Simulation Program دي هي المعامل الافتراضية أو منصات الجيمز المختلفة. ومن هنا بقى نبدأ ندخل على دور المعامل الافتراضية في توفير محتوى تفاعلي أونلاين لطلاب المدارس. وقبل ما نبدأ نتكلم على دور المعامل الافتراضية لازم نتعرض أو نفكر أول إيه هي المشكلات اللي سببت في ظهور المعامل الافتراضية، وليه كان عندنا معامل افتراضية، وليه احنا اصلا في حاجة لمعامل افتراضية، وايه هي المشكلات اللي موجودة بالفعل في المعامل التقليدية واللي خلتنا نسيبها ونروح ندور على حلول او بدائل تانية. اولا وحتى قبل ازمة كورونا كان عندنا مشكلات عديدة جدا في معامل العلوم التقليدية زي خطورة بعض التجارب وازدحام المعمل بالطلبة ونقص الأدوات والإمكانيات اللازمة لإجراء التجارب، ودول اللي كنا بنعاني منهم على مدار تعليمنا كله، ويمكن من أيام الجيل بتاعي والجيل اللي قبله اللي يعتبر ما شافوش معامل علوم تقليدية بشكل حقيقي في المدارس، وحتى لو كانوا بيدخلوا في معمل العلوم التقليدي كان الخبرة بتاعتنا اللي فاكرينها اللي كان بيبقى معمل مزدحم جدا لأن المعمل ضيق وكل الطلبة بيدخلوا
مرة واحدة في نفس الفترة بتاعت حصة العلوم، اللي المدرس بيبدأ يشرح تجربة في أول الحصة، وبعدها بيلحق يشرح الدروس النظرية أو الدرس النظري المرتبط بالتجربة دي، لأن ما كانش في وقت مخصص لتجارب العلوم في الجدول المدرسي. وهي حصة العلوم دي متقسمة عملي ونظري، وتشرح التجربة بتاعتك في وقت الحصة. كان بعض المدرسين بياخد الأدوات العملية ويطلع يشرح التجربة في الفصل، وبعض المدرسين بينزل الفصل كله للمعمل العلوم. مكانش طبعا في كراسي أو في أجهزة أو في مكان مؤهل بشكل آمن من خلال التهوية، من خلال الإضاءة، من خلال أماكن الجلوس للطلبة. ده طبعا كل دي كانت مشاكل بتقابل المدرسين عشان يشرحوا الدروس بطريقة عملية، وكانت بتقابل الطلبة عشان يبدأوا يفهموا الدروس العملية بتاعتهم. واللي كان بديل عن الكلام ده عشان يحل المشاكل دي كانت إن المدرس يشرح التجربة بطريقة نظرية على السبورة، بيرسم التجربة كأنه بالظبط يعني بيشرح الدرس عادي بطريقة نظرية، وبيشرح البيكر، بيشرح اللهب، بيرسم البيكر واللهب، وبيرسم أدوات المعمل، ويبدأ يعمل لهم التجربة بطريقة نظرية على السبورة عشان يبعد عن المشكلات اللي بتقابله في معامل العلوم التقليدية. ده طبعا بالإضافة للمشكلات اللي كانت موجودة في صلاحية الأدوات نفسها، أو المواد الخام المستخدمة، أو أدوات المعمل المستخدمة في إجراء التجارب. كان عندنا مشكلة كبيرة جدا كان بيسببها أو بتسبب فيها، سواء كان بقصد أو بدون قصد، هو أمين المعمل اللي كان بيبقى خايف على العهدة بتاعته بشكل جنوني. العهدة دي متسلمة له، بيخاف لا تتكسر، يحصل لها أي حاجة، العهدة تنقص، الأدوات نفسها تخلص، وما يعرفش يجيب حاجات تانية، سواء كان سوء تنظيم أو إهمال من الشخص المسؤول عن معمل العلوم التقليدي. لكن كانت بتسبب مشكلة كبيرة جدا بتأثر على التعليم الطلاب، واللي بالفعل كل الكلام ده كان بيترتب عليه إن كان بيطلع جيل أو بيطلع طلبة معتمدين بس على الحفظ والتلقين، مش بيركزوا على الفهم والاستيعاب بشكل أكبر، لأنه هو خلاص المدرس بيطلب منه إن إيش، أو عرض عليه المعلومات وهو مطلوب منه إن يستوعب المعلومات دي بشكل أو بآخر من غير ما يفهم إيه الآليات وإيه القوانين دي جت إزاي والتفاعل ده تم إزاي. كان مجرد إن هو بيتخيل شكل التفاعل. كل الكلام ده كنا بنتكلم فيه قبل أزمة كورونا، وطبعا بعد أزمة كورونا بقت المشاكل أكتر، إن أصلا معمل العلوم اللي ما كانش عاجبنا هو كمان ما إحناش قادرين نوصل له، مش قادرين ندخل معمل العلوم بسبب إن أصلا بعض المدارس اتقفلت فترة طويلة، والطلبة كانت قاعدة في البيت وبتتعلم أونلاين من خلال زوم ومن خلال منصات البث المباشر، واللي كانت برضو بتعتمد بس على التعليم الأونلاين بطريقة نظرية، ما كانش فيه أي جانب عملي أو أي جانب تفاعلي مع الطلبة دول. ده بالإضافة كمان إن كان فيه زيادة رهيبة في تكاليف تجهيزات المعامل والأجهزة اللي المفروض المدرسة توفرها عشان الطالب يبدأ، أو عشان يبقى عندها معمل علوم متكامل ومعمل علوم جاهز بكل الإمكانات والأدوات اللي مطابقة للمعايير الصحية والتربوية والمعايير العالمية، في إن المدرس أو في إن الطالب يقدر يشرح أو يستفيد من المعمل بشكل كويس. فكان لازم يكون في تكاليف كبيرة جداً بعض المدارس حتى الخاصة ما بتكونش قادرة إن هي توفرها، وتوفر لها صيانة كل فترة، سواء كان 3 شهور أو كل سنة، لأن التحدي عندي مش بس إن أنا أوفر الأجهزة دي، لا، ده أنا والله كل شهر
مطلوب مني اني اوفر صيانه للاجهزه، مطلوب مني اني اوفر بدائل في حال التلف او فقدان لبعض الاجهزه دي. ومن بعد ازمه كورونا طبعا، وكان عندنا مشاكل كبيره جدا في ان احنا ازاي نشرح التجربه بطريقه عمليه. ومن هنا بقى او اصبح دور معامل العلوم الافتراضيه او التجارب المختلفه في معامل العلوم الافتراضيه اكثر اهميه واكثر حاجه اليه. بقينا في عوز كبير جدا ان احنا يكون عندنا معمل علوم افتراضي. طب هي ايه اصلا معامل العلوم الافتراضيه دي؟ هي عباره عن تطبيقات تفاعليه بتحاكي معمل العلوم التقليدي، وبيحتوي على جميع الإمكانات والأدوات اللي بتساعد الطلاب والمعلمين على إجراء وشرح تجارب العلوم بشكل تفاعلي، يمثل لهم بالضبط إن هم موجودين كأنهم في معمل العلوم التقليدي. وكده بنضطر أو بنوفر الكتير أو بنوفر حلول للعديد من المشكلات اللي موجودة في معامل العلوم التقليدية. واللي من ضمن المميزات دي ان الطالب بيقدر يعمل التجربه في اي وقت وفي اي مكان واي عدد من المرات. القضاء على مشكله مخاطر التجارب، وان نحن نقدر نعمل اي تجربه خطيره او اي تجربه مكلفه او اي تجربه او اي حتى خبره بعيده زمانيا او مكانيا الطالب بيقدر يمر بيها من خلال المحاكاه التفاعليه. كمان وفرنا الكثير من النفقات اللازمه على تجهيزات المعامل اللي كنا لسه بنتكلم عليها. المدرسه ما بقتش في حاجه ان هي تجدد المعامل بتاعها بشكل مستمر، وانها توفر التجهيزات الغاليه جدا اللي بعض منها مش موجود حتى في الاسواق المحليه ولازم نلجا اليها عن طريق الاستيراد من الخارج او كده. كمان بعض المواد الكيميائيه اللي ممكن بتكون ناقصة في عهدة المعامل. طبعا كنا بنسمع كتير قوي عن حواديت ان والله مسحوق زي برمجات البوتاسيوم مش موجود او مش لاقيينه. طب احنا عايزين نعمل تجربة، طب احنا ممكن نستغل اي مسحوق لونه ازرق ونبدأ نستعيد بيه عن برمجات البوتاسيوم عشان الطالب بس يشوف ايه عملية التفاعل بتتم ازاي او عملية اجراء التجربة بتتم ازاي من غير حتى ما يوصل للنتيجة بتاعتها. كمان هنا بنضمن دور الطالب اللي هو بيكون تفاعلي وبيكون فعال بقى في عملية التعلم. هو هنا الطالب مش بس قاعد بيتفرج على تجربة بتعمل في فيديو او مدرس بيشرح التجربة بطريقة نظرية او بطريقة حتى عملية، لا ده هو كمان الطالب يقدر يعمل التجارب دي بنفسه بيعمل التجربة بناء على أدوات خطوات أو تعليمات مخصصة المعمل بيلقيها عليه، أو حتى بناء على خبرته اللي اكتسبها من دراسة التجربة بشكل عملي من كتاب المدرسة أو حتى من الفيديوهات، وبعد كده بيروح يعملها في معامل العلوم التقليدية أو معامل العلوم الافتراضية. وطبعا من اهم المميزات اللي تخلينا لازما ضروري نروح نلجا لمعامل العلوم الافتراضيه هي الحمايه من او توفير الامن والحمايه للطلاب اثناء التعلم. كتير مننا لاحظنا او شفنا فيديوهات لمشكلات او انفجارات بتحصل في بعض المدارس الحكوميه والخاصه وفي مصر وغير مصر، ان مدرس بيبدا يعمل تجربه زي تجربة تفاعل الصوديوم مع المية بدون ما يكون عامل احتياطات أمن وحماية للطلاب بتاعه، واللي بالفعل ممكن تسبب له مشاكل كبيرة جدا عند الطلبة، يعني غير المشاكل الصحية ده فيه كمان مشاكل تربوية ونفسية. إن الطالب خلاص لا في طلبة لا خلاص احنا خوفنا من مادة العلوم، ده مادة بيتم فيها انفجارات، ده زميلي حصل له كذا جوه المعمل أو أي مشاكل ممكن تسبب المشاكل دي. كمان لما رحنا نتعلم أونلاين وبدأنا نتجر أونلاين، طب إيه هي المشكلات اللي قابلت التعليم الأونلاين؟ ولما سألنا المدرسين بتستفيدوا أو
بتعوضه فكرة إلغاء معامل العلوم التقليدية إزاي. فبقينا بنشوف إن المدرس والله لا بيشرح بطريقة نفس الكلام اللي كان بيعمله على السبورة، بيشرح التجربة بس بقينا بنسلط الكاميرا على الورق وبقينا بنشرح التجربة بطريقة نظرية برضو بس على الورق عشان نوفر للطالب أو عشان نسهل على الطالب فهم التجربة. وطبعا كل دي كانت جهود مشكورة من المدرسين، إن هو حتى حريص إن هو بيوفر بيشرح للطالب التجربة بتاعته. لكن هنا في المقابل عندنا معمل العلوم الافتراضي بطريقة تفاعلية وبطريقة بتحاكي معمل العلوم التقليدي بالظبط، بيبقى عندنا كل الأدوات والإمكانيات وبنعمل التجربة كأننا موجودين في المعمل بالظبط، من غير ما نرسم ولا نضيع وقت في رسم ولا حتى نعتمد على إن الطالب بيتخيل معانا اللي بيحصل. هنا الطالب مش محتاج للتخيل، بيشوف بالفعل التجربة بتتم قدامه كأنه موجود في معمل علوم حقيقي بالظبط. فهنا كان عندنا المعامل الافتراضية قصاد أو مفيدة في التعليم الأونلاين، وكمان مفيدة في التعليم الأوفلاين، أو بتحل مشاكل موجودة في معامل العلوم التقليدية زمان، وكمان بتحل مشاكل أصبحت موجودة في أو ظهرت لنا بعد ما بدأنا نشتغل بالتعليم الأونلاين أو عن طريق التعليم عن بعد. نيجي نتكلم عن أنواع المعامل الافتراضية، وهنا يمكن هنتكلم مش بطريقة بحثية بقى أو بطريقة علمية، إحنا هنتكلم بطريقة عملية شوية. إيه هي أنواع المعامل الافتراضية اللي موجودة واللي نقدر نستغلها أو نقدر نستخدمها في التعليم مع طلابنا أو مع المدارس مع الطلبة بتوعنا؟ عندنا أول نوع من أنواع المعامل الافتراضية هي المعامل الأوفلاين، اللي بيكون عبارة عن معمل كمبيوتر أو برنامج كمبيوتر بنقدر إن إحنا ننزله أو نسطبه على الجهاز بتاعنا أو من خلال حتى تطبيقات الموبايل بتاعتنا، بس بيتم الكلام ده كله من غير إنترنت وبطريقة أوفلاين. والحقيقة إن النوع ده من أنواع المعامل بيكون ليه بعض المميزات وبيكون ليه بعض العيوب. من ضمن مميزاته إن ما بيحتاجش إنترنت، ما بيحتاجش إمكانيات كبيرة للأجهزة، ما بيحتاجش سرعات نت عالية تكون موجودة عند الطلبة أو عند المدرسين. بيكون كمان متوفر كل التجارب لمرة واحدة، وفي نفس الوقت بيكون الطلبة وما بيكونش فيه أو من ضمن العيوب بتاعته بقى اللي ما بيكونش فيه تواصل ما بين المعلم وما بين الطلبة بتوعه، ما بيكونش فيه تواصل ما بين الطلبة وبعضهم، ما بيكونش فيه تحديثات مستمرة وعلى فترات قريبة. التحديث بتاعه ممكن بيبقى على مدار سنوات متتالية، لأن بالفعل ده بيتطلب في إنتاجه وقت كبير جدا وشغل ومجهود كبير، فبينزل للطلبة مرة واحدة والمدرسين بيقدروا يستخدموه وبيفضل الفيرجن بتاعه موجود لمدار سنوات كبيرة جدا لعل ما ينزل إصدار جديد ويبدأ الناس تنزله وتتعرف عليه ويتعمل له تحديث كل فترة. برضو من ضمن عيوبه إن هو بيكون أبسط شوية من المعامل المتاحة أونلاين، لأنه بالفعل بيكون بيتحمل على الكمبيوتر لمرة واحدة، فلما بيتحمل لازم بيكون بنراعي إن هو حجمه ما يكونش كبير عشان وقت التسطيب ووقت التحميل والداونلود والحاجات المرتبطة بيه، مخاطر إن حجم المعمل ده يكون كبير. ده بالإضافة كمان اللي ما يحتاجش أجهزة كبيرة في استخدامه. تاني نوع من أنواع المعامل الافتراضية برضو بطريقة عملية هي المعامل المتاحة عبر الإنترنت، واللي بتقسم منها نوعين أساسيين. النوع الأولاني هو المعامل اللي بتكون من خلال 2D أو رسومات الجرافيك أو رسومات
البسيطة في الرسومات الجرافيكية البسيطة، زي مثلا معامل فيت، وهي دي معامل مشهورة جدا تبع جامعة كولورادو في أمريكا. دي بتكون عبارة عن برمجيات محاكاة تفاعلية أو تطبيقات ويب تفاعلية بيستخدموا فيها رسومات جرافيكية مبسطة، ولكنها الطالب يقدر يتفاعل معاها بكل سهولة، ومميزاتها إن هي بتكون سهلة وسريعة على الأجهزة، بتفتح في وقت بسيط ووقت سريع، كمان بتكون متاحة بطريقة مجانية، لأن التقنية أو التكنولوجيا اللي معتمد عليها ما بتكونش مكلفة، أو ما بتكونش مكلفة على الطالب أو على المنتجين نفسهم. والنوع الثاني وهو الرسومات أو معامل ال 3D اللي بتكون أونلاين برضو، ولكن بتكون كلها مجسمات 3D. دي طبعا بتكون بتوفر خبرة أكبر في محاكاة الواقع الحقيقي أو التجارب الحقيقية في معامل العلوم التقليدية، واللي بتكون مناسبة أكتر لطلبة الجامعة أو طلبة المراحل الثانوية اللي بيكونوا بالفعل في حاجة إن هم يعيشوا نفس الخبرة بتاعة المعامل التقليدية، ودي بتكون التفاعل معها بيتم بطريقة ثلاثية الأبعاد، والرسومات اللي فيها كمان بتكون ثلاثية الأبعاد. وطبعا بيكون زي ما ليها مميزات ليها بعض العيوب اللي ممكن ما تكونش مناسبة لطلبة كتير، سواء كان طلبة المدارس أو حتى مدرسين بيشرحوا للطلبة بتوعهم من خلال الأونلاين، أو بيشرحوا الطلاب في مرحلة المدارس. من ضمن العيوب دي إن هو بتكون بتستهلك وقت أكبر في تحميل التجربة، بتحتاج أجهزة بمواصفات خاصة، بكارت الشاشة بتاعها بيكون لازم يكون موجود بمواصفات عالية عشان يقدر يستحمل عملية ال 3D موديلنج اللي بتحصل، أو عملية استيعاب طريقة التفاعل من خلال برامج ال 3D اللي بتكون موجودة أونلاين. وكمان ممكن تكون زيادة في الأسعار شوية، لأن بالفعل تكلفة إنتاجها بتكون أغلى، وبيكون وبتاخد وقت أكبر من الحاجات ال 2D. والنوع الأخير من أنواع المعامل المتاحة عبر الإنترنت، اللي بتكون مزيج ما بين إن المجسمات بتكون 3D ومرسومة في شكل مش كرتوني قوي، بيكون أميل إلى إن هو يكون 3D ولكن مرسوم في مستوى 2D، والتفاعل بيتم في على نطاق 2D. وهنا بنوفر للطالب زي منصة فيلابي اللي هنتكلم عليها النهاردة، اللي بنوفر للطالب رسومات ومجسمات شبيهة أو مماثلة للمعامل العلوم التقليدية، وبس في نفس الوقت الكلام ده بيفتح في إطار ال 2D أو إطار التطبيقات التفاعلية ثنائية الأبعاد اللي مش بتحتاج تقنية عالية أو أجهزة عالية في فتح البرنامج ده، وكمان مش محتاجة سرعات نت عالية ولا بتحتاج وقت في فتح التجربة. وده طبعا كل ده بيسهل على المدرس إن هو يفضل مكمل في مرحلة التعليم بتاعته أو في الوقت التعليمي، سواء كان بيشرح نظري وفجأة يفتح تجربة عشان يشرح التجربة فيها، ما بيكونش فيه فترة 3 4 دقايق اللي هو بقى مستني يفتح المعمل، وهنا ممكن الطلبة تتوه منه. لا، في أقل من 30 ثانية أو 20 ثانية المعمل بيفتح، والمدرس ما بيفقدش السيشن أو الجلسة اللي هو موفرها ومهيئها للطلاب بتوعه. كمان بتقدر تفتح المعامل دي كلها، كمان من ضمن مميزاتها إن هي بتشتغل على أي جهاز، سواء كان موبايل أو كمبيوتر أو لابتوب أو تابلت، على عكس طبعا برامج الكمبيوتر زي كروكودايل كيمستري اللي بيفتح بس على جهاز الكمبيوتر، ما بيفتحش على الموبايل أو من خلال المتصفحات بتاعة الموبايل. وآخر نوع طبعا من أنواع المعامل الافتراضية هي معامل الواقع الافتراضي، اللي بتتم من خلال بقى
نظارات ثلاثيه الابعاد او نظارات الواقع الافتراضي، وهنا طبعا بيكون الانغماس اكتر في المعامل الافتراضيه. لو جينا قسمنا عمليه الانغماس هنا او تفاعل الطالب بقى مع المحتوى، فبنلاقي معامل الواقع الافتراضيه بتكون اكثر انغماسا واكثر تفاعليه مع الطلاب، ولكن طبعا بيكون ليها تكلفه عاليه في الاستخدام وتكلفه كمان عاليه في الانتاج، وبتحتاج اجهزه خاصه زي القفازات والخوذه والنظارات وكمان مستشعرات الحسيه اللي بتبدا تعايش الطالب او المستخدم جوه معمل كامل متكامل، عايش التجربه بالكامل كانه موجود جواها. ويمكن النوع ده بيكون متاح او بيكون مطلوب اكتر في المراحل المتقدمه زي مراحل الكليات، زي كليات طب وصيدله والكليات العلميه اكتر زي الهندسه والحاجات اللي بيحتاجوا انغماس اكبر. فزي ما قلنا ان كل نوع من انواع دي ليها استخداماته وليها الجمهور بتاعه وليها المرحله اللي انت بتتعامل معاها. مفيش حاجه من الحاجات دي بتكون مناسبه لكل الاعمار وكل الحاجات، زي ما هنتكلم في الاخر السيشن او يعني بعد شويه ازاي اللي احنا ندرس السوق وندرس الطلبه والجمهور المستهدف عشان نبدا نوفر لهم الحل المناسب ليهم. مش شرط ان انا والله عايز اوفر اعلى تقنيه موجوده فانا كده بوفر للطلبه احسن حل وان الطلبه كلهم هيستخدموه. في طبعا كل حاجه او كل مرحله من المراحل دي يكون ليها الجمهور بتاعها اللي يقدر يدفع التكلفة بتاعتها واللي يقدر يبقى مبسوط أكتر هو بيستخدمها، على عكس حاجات تانية برضو. يعني في ممكن حاجات بسيطة جدا زي كروكودايل كيمستري في بعض الدول الأفريقية اللي ما عندهمش الإنترنت بيكون متوفر على مدار اليوم أو على مدار السنة، فده يبقى كروكودايل كيمستري يبقى هو الحل المناسب ليهم. في ناس تانية بقى عندها النت متاح والنت موجود وعايزين يشتغلوا من خلال أجهزة مختلفة زي التابلت والكمبيوتر واللابتوب وكده، فهنا محتاجين معامل تكون متاحة عبر الإنترنت. طلبة تانيين عايزين يعيشوا الواقع أكتر وعايزين يبقى منغمسين في المعامل بشكل أكبر، فهنا بيبقى مسموح لهم أو بيبقى الأنسب ليهم هي معامل الواقع الافتراضي. ودلوقتي خلينا نبدأ نتكلم على مثال من أمثلة المعامل الافتراضية الأونلاين والمنصة اللي بنتشرف طبعا اللي هي بتكون أول منصة عربية بتقدم معامل افتراضية لطلبة المدارس، وهي منصة فيلابي. ومن ضمن مميزاتها اللي هي محمد بتوفر للطلاب محمد دكتور سامعني؟ اه سامع حضرتك، احنا يعني انا بشكر حضرتك صوت جدا واطي على شوية بس. المقدمه الحلوه كده. سامعني يا فندم؟ تمام اتفضل. تمام. هو احنا بنشكر انا بشكر حضرتك جدا على المقدمه الحلوه الجميله جدا عن العمل الافتراضيه وشرح المميزات والعيوب والعقبات اللي بتواجهنا. وممكن بس هنفتح الاسئله لمده لاول 3 اسئله بس بالظبط عشان ننتقل للمرحله اللي بعدها، لان في اسئله طيب تمام. سالناها بحيث ان احنا نبقى اتنقلنا من مرحله لمرحله. في حد كان بيسال المنصات اللي احنا بنشوفها دي او اللي حضرتك ذكرتها فيها مجانيه ولا هي كلها بفلوس ولا ايه بالظبط؟ تمام. في سؤال تاني، لو في روابط، لو حضرتك عندك روابط مثلا المنصات اللي انت قلتها انواع العمل الافتراضيه ممكن حضرتك تنشرها او تشيرها معانا. تمام ماشي. بالنسبة للسؤال ده، لو في سؤال تاني ممكن تقوله ولا نبدأ؟ لا، لو في حد من الحضور الكرام عنده سؤال عاوز يسأله يا ريت بعد إذنكم يرفع إيده ونفتح له المايك. في حد بالنسبة ما للسؤال عنده الأولاني، سؤال أو إيه؟ السؤال الأولاني بالنسبة اتفضل يا دكتور. للمنصات المجانية أو المدفوعة، في طبعا بعض المنصات منها مجانية أو يمكن مش كتير منها منصات مجانية. يمكن المنصة الوحيدة المجانية بالكامل هي منصة فت، اللي هي الأولانية دي منصة مجانية
بالكامل بتاعت اللي معموله او اللي جامعه كولورادو موفراها بالفعل، ودي طبعا مجانيه عشان ليها كتير من الداعمين او المؤسسات اللي بتدعمها. باقي المنصات او الاجهزه طبعا بتتوفر، بتتراوح سعرها ما بين اللي ممكن نقول مثلا لو بالمصري من اول 50 جنيه او 50 جنيه في الثلاث شهور او في الترم او حتى في الشهر، الى انك ممكن توصل ل 100 او 200 او 300 جنيه في الشهر على حسب التقنيه المستخدمه. كمان حتى برامج الكمبيوتر هي طبعا بيكون ليها رخصه، ما ينفعش انك تستخدمها زي برنامج الكروكودايل، بيكون في فتره سماح مجانيه وبعد كده بتكون بتوفر لازم أن تشتري الرخصه بتاعتها. لكن الجميل بقى او النقطه هنا في العروض المختلفه وفي امكانيه التعامل مع الاشتراكات بتاعت المنصات دي. فهتلاقي بعض المنصات مثلا موفره فتره مجانيه تقدر انك تستخدم كل التجارب بتاعتها بشكل مجاني، وبعد كده بتقدر تبقى تستخدم الحاجات بشكل مدفوع. في نظام تاني انك والله معاك 10 تجارب مثلا، دي تقدر تعملهم بشكل مجاني في اي وقت، وتقدر تدخل في اي وقت تعمل 10 تجارب بتوعك، لكن بعد كده لازم تختار خطة من ضمن الخطط اللي فيها. في بعض المنصات او بعض السياسات التسعير اللي بتكون موفرة للمدرسين الخدمات كلها مجانا في مقابل ان الطلبه بيدفعوا او هم بيدفعوا لاضافه الطلبه بتوعهم. بشكل عام كده لا، مش كل التجارب، مش كل المنصات مجانيه، وفي نفس الوقت هتلاقي وكمان بتتفاوت بقى الخدمه البسيطه جدا هي تقدر تاخدها بشكل مجاني، والخدمات الأكثر احترافية وأكثر تعقيدا وأكثر إفادة للطلاب هتكون بشكل مدفوع. اللي نبدأ نتكلم فيه هو الدفع ده هيبقى كام بالظبط، وقد إيه، وهيديني خدمة قد إيه. وبالتالي زي ما كل حاجة لها تكلفة، فلازم برضو الخدمات التعليمية المميزة أو الخدمات التعليمية الجديدة اللي بتقدر توفر لي مشاكل كبيرة، فهي طبعا لازم أن يكون ليها تكلفة. تمام. طيب تاني حاجة هو في بالنسبة سؤال لي برضو، اتفضل. في سؤال بس اتفضل. طلع كده ان هو بيسأل، يعني بيسأل ان هو الفيلا بيتوفر مجانية، هل هي منصة مجانية ولا لا؟ بالنسبة لفيلابي، فيلابي يعتبر في التسعير بتاعها بيكون فيها فترة أو بيكون فيها عدد من التجارب المجانية اللي بتوصل لحوالي 10% من عدد التجارب اللي موجودين على، أو حتى 15% من عدد التجارب اللي موجودين على المنصة بشكل مجاني. وبرضه فيها سلسلة إن المدرسين بيقدروا يعملوا التجارب بتاعتهم بشكل مجاني. احنا بنحاول نوفر على المدرس خبرة ان هو بيشرح التجارب بتاعته دي بشكل مجاني للطلاب بتوعه. بس طبعا دي بيكون ليها بعض الخطوات عشان نتأكد انك مدرس وانك مش طالب وكده. وبعد كده بتاخد المدرس بياخد اشتراك مدى الحياة مقابل انه يعمل أو يستخدم المنصة بتاعتنا يعني للطلاب بتوعه. وكمان يعتبر في لو عملنا تحليل للتسعير، فإحنا نعتبر من أقل تكاليف الاستخدام المعامل الافتراضية سواء محليا أو عالميا، لأن إحنا أصلا يعتبر أول منصة عربية بتقدم معامل افتراضية لطلبة المدارس. وعالميا طبعا أسعارنا أقل من أسعار المنصات العالمية بكتير جدا. في الفترة الحالية اللي أنا بتكلم فيها سعر التجربة ممكن بيبدأ من 5 جنيه،
انك تقدر تشترك في تجربه بتفضل مفتوحه في الحساب بتاعك. لكن احنا بصدد اللي احنا ننزل فيرجن جديد هيكون بسلسله اسعار مختلفه، هيكون متوفر ان شاء الله في نص الشهر الجاي، وده هيكون باشتراك برضه اشتراك رمزي، لكن بيتاح لك كل التجارب بتاعت المنصه كلها بالكامل كطالب يعني. فدي سياسه التسعير هتبقى جديده موجوده في المنصه عندنا، وبرضه ان شاء الله هنتكلم على الكلام ده في الجلسه الجايه ان شاء الله، او في الجزء الثاني ان من شاء الله. السيشن النهارده. كان في سؤال طيب تاني هو بس تقريبا. سؤال، احنا كنا اتكلمنا عن ايه الروابط، ان حضرتك ممكن تزودنا بالروابط بحيث الروابط ان احنا ان شاء الله نبعتها لكل هضيفها الدكتور كلها الطلاب. في اخر الجلسه ان شاء الله. تمام. احنا دلوقتي بس احنا يعني المعامل الافتراضيه، انت حضرتك حطينا في رحله كويسه المعامل الافتراضيه، بس احنا عاوزين نعرف بقى. هندخل على الفي لاب حاليا، هندخل على الفي لاب مع حضرتك ونشوف الايديا، ويا ريت تتطرق معانا ان في فكره مشروع، ان ازاي حد من الشباب اللي موجودين مثلا في مجال تكنولوجيا التعليم ازاي يبقى عنده قدره ان هو يحول فكرته دي من فكره عاديه لفكره مشروع يقدر يعمل بيه شغل، مش ان انا مثلا ابقى شغال في المجال واقف بس على القطاع النظري والقطاع التطبيقي والقطاع البحثي. انا ممكن انجح وانا بقى بعد كده مطور، عندي رائد اعمال، عندي تخصص شغال فيه. مهما حضرتك يا دكتور. تمام جدا. طبعا يعني شرفني طبعا ان انا اقدم كل المعلومات اللي حضرتك طلبتها ان شاء الله النهارده في نفس الجلسه، في الجلسه بتاعت النهارده. بالنسبه لمنصه فيلابي، هي اول منصه عربيه للمعامل الافتراضيه لطلبه المدارس، بتسمح للطلاب والمعلمين ان هم يعملوا تجارب علوم بتاعتهم في بيئه اونلاين بتحاكي معمل العلوم التقليدي، وبتحتوي على جميع الامكانات والادوات اللي بيحتاجها الطالب في اجراء التجربه. من ضمن المميزات اللي احنا بنحاول نوفرها عندنا، اللي احنا بنقدم قائمه التجارب المقرره على الطلبه في المراحل المختلفه بتاعتهم، مش زي باقي المنصات العالميه انك بتخش كده تدور على التجارب بنفسك بقى، وشوف مثلا انت عايز توصل لتجربه معينه فقدامك فتره انك توصل ليها وتدور عليها وكلام من ده وتعمل سيرش عليها. لا، عندنا نظام بحث سريع بالمقررات، انت والله طالب في اولى اعدادي في الترم الثاني وبتدرس ماده العلوم، فتقدر مباشره تدخل على المنهج بتاعك وبتبدا تدرس التجارب بتاعتك بنفس الترتيب اللي موجوده في المنهج بتاعك. وبكده بنوفر للمدرس والطالب ان هو يعمل ان هو يدور على التجارب في أكثر من محتوى وأكثر من بديل. لا، إحنا في البداية بنعمل تحليل للمنهج المناهج المختلفة في المراحل المختلفة، وبعد كده بنعمل عملية محاكاة للتجارب اللي موجودة بشكل مفصل على المرحلة الدراسية اللي الطالب بيدرس فيها. كمان عندنا المنصة متوفرة بخمس لغات، عربية وإنجليزية وفرنسية وألمانية وأندونيسية. المعامل نفسها في الفيرجن القديم كانت متوفرة باللغتين العربية والإنجليزية، وكمان بلغة الإشارة. في الفيرجن الجديد إن شاء الله هتكون كمان المعامل متوفرة بالخمس لغات، عربي وإنجليزي وفرنسي وألماني وإندونيسي. عندنا كمان تعليق صوتي عشان يناسب طلبة المدارس. طبعا هنا واحنا شغالين زي ما هنبدا نشرح بعد كده، لازم بنراعي الخصائص النفسيه والتربويه للطلبه اللي احنا بنقدم لهم المعامل دي. فبالتالي الطالب بتاع المدرسه لازم يكون معاه مساعد شخصي موجود، على عكس طلبه الجامعه اللي ممكن يقدر يتعامل مع المعامل دي من غير مساعده. لا، هنا هيكون في او هنا في مساعد شخصي موجود معاه باستمرار. كمان أضفنا نظام الجيميفيكيشن، ويعتبر من أوائل منصات المعامل الافتراضية في العالم كله اللي بتوفر نظام جيميفيكيشن جوه المعمل الافتراضي. وهنا ما اكتفيناش بس إن الطالب بيعمل تجربة بالمساعدة وبالتعليمات وبيبدأ يدخل يعمل خطوات التجربة واختيار الأدوات بالظبط كأنه موجود في المعمل، لا، ده هو كمان يقدر يختار المود التاني اللي هو يعمل التجربة بدون تعليمات. وهنا
بيبدأ بياخد بوينت وسكور وشارات على كل خطوة بيعملها، وبيكون في تتبع ومتابعة لكل خطوة بيعملها جوه المعمل، بحيث إن إحنا نحفز الطلبة ونشجع الطلبة على إن هم يعملوا تجارب أكتر ويحصلوا على سكور أعلى. وكمان ساعدنا المدرسة أو المدرس إن هو يقيم الطلاب بتوعه على حسب التفاعلية مع التعلم الأونلاين ومع المعامل الافتراضية من خلال الداشبورد بتاعت المدرسة والطالب والمدرسة والمدرس، إن يقدر من خلالها يتتبع السكور بتاع كل طالب موجود عنده. كمان في ليدر بورد أو قائمة متصدرين موجودة على مستوى المدرسة وعلى مستوى كل أو على مستوى المنصة كلها، وده كمان اللي بتطور بشكل 100% عن النظام اللي موجود في الفيرجن الجديد إن شاء الله، اللي هيكون بقى فيه جيميفيكيشن ستوري بقى غير الجيميفيكيشن سيستم. ده فيه ستوري أصلاً الطالب داخل فيها، وفي مهمات معينة بيعملها وفي تحديات بيعملها، بالظبط هتكون زي منصة الألعاب التعليمية ولكن في شكل معمل افتراضي. كمان هيكون في تحكم أكبر للمدرسة في من خلال الداشبورد ولوحة التحكم بتاعتها على الطلبة بتوعها. فنظام التلعيب ده أو نظام الجيميفيكيشن بيوفر لنا قيمة تربوية كبيرة جدا في إن الطلبة تقدر تتنافس ما بينها، وإن المدرس يشوف إيه المشكلات اللي موجودة عند الطلبة ويشوف مين فيهم حصل على سكور أقل فيقدر يدخل يتكلم معاه بشكل مباشر، وإنت ليه ما عملتش الكلام ده. طبعا استراتيجيات تنفيذ المعامل الافتراضية كبيرة جدا، من ضمنها أو من أهمها استخدامها في استراتيجيات الفصل المقلوب، واللي بالفعل المدرس دلوقتي بدون أي خطورة أو بدون أي مخاوف يقدر يخش أو يقول للطلبة ادخلوا اعملوا التجارب دي وحاولوا تفهموا المغزى منها والهدف منها قبل ما نبدأ الدرس، بحيث إن هو لما يبدأ يشرح الدرس النظري يبقى الطلبة مروا بنفس الخبرة قبل كده وعملوا التجربة بنفسهم. واستخدم أو هنا توظيف أكبر لفكرة الفصل الافتراضي، الفصل المقلوب. وكمان من خلال الداشبورد بتاعت المدرس يقدر يتابع أو يقدر يوظفها في الفصل المقلوب بطريقة مميزة. التجارب بتاعتنا برضو ما بتكونش متاحة في مجال واحد، احنا زي ما قلنا بنستهدف المناهج الدراسية، وزي ما حضراتكم عارفين المناهج الدراسية في المنهج المصري مثلا في المرحلة الواحدة بيحاولوا بيغطوا كل المجالات سواء كانت فيزيائية أو كيميائية أو في مجال البيولوجي. بالفعل المنهج المصري عندنا بيتميز إن هو لو متقسم لثلاث وحدات، فبتبقى الوحدة الأولى مثلا فيزياء والوحدة الثانية كيمياء والوحدة الثالثة بيولوجي، بحيث إن الطالب بيطلع من مادة العلوم وهو عنده تنوع في مجالات العلوم المختلفة. وبالتالي إحنا بنلتزم بتنفيذ التجارب وفق تحليلات المنهج اللي طالعة من كتاب الوزارة أو المناهج اللي إحنا بنشتغل عليها، سواء كان في المنهج المصري أو المناهج المختلفة زي ليبيا وفلسطين والسعودية، والمناهج اللي بالفعل بدأنا نشتغل على تنفيذ التجارب بتاعتها. برضو من ضمن المميزات إن التجربة الواحدة، التجارب بتكون مرتبطة بمفاهيم علمية ثابتة في العديد من الدول المختلفة والمناهج المختلفة، فأنا هنا مش بضطر إن أنا كل منهج بيبقى ليه تجارب مختلفة، لا والله تجربة تحضير غاز الأكسجين مثلا يعني اللي موجودة في مصر موجودة في العديد من الدول العربية وكمان موجودة في الدول الأجنبية. فعشان كده المنصة أو المعمل الواحد متوفر بعدة لغات، ويبدأ الطالب بعد كده يختار اللغة اللي تناسبه في الدراسة عليها. كمان
عدد التجارب اللي موجود ده يعتبر برضو من ضمن أكثر المميزات اللي بتميز المنصات المختلفة عن بعضها. إحنا يمكن حاليا موجود 60 تجربة، إحنا لسه يعني يعتبر بقالنا سنة تقريبا موجودين في سوق التعليم في مصر، وإن شاء الله بنستهدف على بداية الدراسة الجديدة يكون متوفر أو يكون رفعنا حوالي 120 تجربة على المنصة عندنا في المناهج المختلفة في ابتدائي وإعدادي وثانوي. الفيديو ده بيوضح بعض التجارب اللي موجودة في المناهج المختلفة سواء مناهج الكيمياء أو الفيزياء أو البيولوجي. طبعا من ضمن المميزات برضو عندنا اللي احنا عندنا قسم خاص او جانب خاص بالادوات التجربه، وهنا بنشتغل على فكره ان الطالب نفسه بيتعرف على ادوات التجربه وبيختارها، ودي مهاره اساسيه بياخد عليها سكور في نظام التلعيب، لان هو عارف ان هو اتعرف على ادوات المعمل الموجوده عنده في التجربه. للتدريب الفعلي مهارة بيسأل عنها حتى في الاختبار العملي لو اتعمل اختبار عملي. بعد كده بيروح لخطوات التجربة وبيبدأ يعملها بالظبط كأنه موجود في معمل العلوم بتاعه. برضو هنا اللي اوت بتاعنا أو الشكل العام للمعمل بيكون مماثل لمعمل العلوم التقليدي بالظبط، من ناحية الترابيزة والسبورة والرف. مش حابين اللي هو يكون مثلا لي اوت مختلف او معامل مختلفة. احنا حابين ان الطالب يعيش نفس الخبرة بالظبط كأنه موجود جوه معمل العلوم نفسه، وبالتالي هتلاقي السبورة وهتلاقي الترابيزة وهتلاقي الأرفف وهتلاقي الأدوات اللي موجودة كأننا جوه المعمل بالظبط. وهنا المكونات بتاعة المعمل زي ما شرحت، مكتبة الأدوات وترابيزة المعمل. المكتبة بتكون فيها أدوات مختلفة كبيرة جدا، ومطلوب من الطالب إن هو يتعرف على الأدوات دي ويختارها ويجلبها أو يحطها على ترابيزة المعمل. طبعا سواء كان في المساعد الشخصي أو هو كان عامل إخفاء للمساعد الشخصي، فبياخد سكور على طريقة اختياره للأدوات دي. تاني حاجة ترابيزة المعمل اللي بيبدأ يعمل عليها الخطوات بتاعته كأنه موجود في المعمل بالظبط، والخطوات هنا بتكون تفاعلية بطريقة كبيرة، هي مش ماشية في اتجاه واحد، هو مش فيديو الطالب بيبدأ يعمل خطوة ورا التانية، لا ده معمول كل الاحتمالات اللي الطالب أو كل التوقعات اللي الطالب يقدر اللي الطالب ممكن يعملها. بمعنى والله لو انا مثلا هبدا احط الحامل وبعد كده احط اللهب فوقه زي الصوره اللي قدامنا، فانا هنا لازم احط اللهب اول وبعد احط الحامل اول وبعد كده احط اللهب. طب في حاجات مثلا ما بتكونش مترتبه على بعضها، انا في خطوه مثلا يا اما احط اللهب بتاعي او احط الانبوبه على الحامل او اثبت الانبوبه على الحامل. هنا في حريه كامله للطالب ان هو يعمل الخطوات اللي هو عايزها اول، طالما الخطوه دي مش بترتب عليها خطوات بعد كده او بيسبقها خطوات لازم تكون موجوده. تمام، وهنا بنبدا نعمل تحليلات كبيره جدا للتوقعات اللي الطالب ممكن يعملها عشان نقدر نوفر له جانب التفاعليه الأكبر في المعمل الافتراضي. عندنا كمان بعض التجارب متوفرة بلغة الإشارة عشان نساعد الطلاب ذوي الإعاقات السمعية إن يسمع أو إن هو يتعامل مع المساعد الشخصي بشكل أكبر وبشكل تفاعلي. كمان نظام الجيميفيكيشن اللي موجود في المنصة بيكون موجود جوه التجربة نفسه، والطالب يقدر يشوف الخطوات أو السكور بتاعه في شكل النجوم أو الشارات أو الكؤوس اللي بيحصل عليها. كمان سبورة المعمل اللي بيكون فيها أنشطة واختبارات ومعلومات نظرية زي ما هنشوف بالفعل لايف على المنصة دلوقتي. هنا بقى نبدأ نتكلم على إزاي حولنا
المنصة من شكل موجود، بنسمع عنه في الكتب وبنسمع عنه في الأبحاث، إن في حاجة اسمها معاملة افتراضية موجودة في منصات عالمية منها. إزاي نقدر يبقى عندنا فكرة وننزل ننفذها على أرض الواقع، ويبقى عندنا طلبة وعندنا مدرسين وعندنا مدارس. وهنا طبعا الموضوع، يعني مش عايز أقول لكم إنه الموضوع سهل وبسيط بدرجة كبيرة يعني، لكن الموضوع ليه أساسيات وليه قواعد، لو مشيت عليها بالطريقة الصح هتتجنب إنك أنت ما تخسرش حاجات كتير بشكل كبير. ويمكن هنا يعني مضطرين غصب عننا نتخلى عن دورنا كتربويين وعن دورنا كحتى أساتذة ومدرسين قبل كده، ومن الهدف بتاعنا بس إن احنا نسهل أو نوصل المعلومة للطلبة. لا، لازم نكون عندنا حس في ريادة الأعمال، وإزاي نبقى احنا فاهمين المشكلة بتاعتنا بطريقة كويسة، وفاهمين السوق بتاعنا بيتعامل إزاي. فعشان نوفر حاجة أو عشان نحول حاجة من حاجة بنقرأ عنها في الكتب وبنقرأ عنها في الأبحاث المختلفة لحاجة أو لمشروع حقيقي موجود على أرض الواقع، لازم يكون أو لازم نمر بحاجات أساسية. يمكن مش كل الحاجات دي مش كل الحاجات نقدر نغطيها النهاردة في جلسة يعني متبقي منها مثلا تلت ساعة أو نص ساعة، لكن من ضمن الأساسيات قوي إنك أنت لو ما اهتمتش بيها بشكل أساسي ممكن تبقى مضيع وقت كبير جدا من عمرك في حاجة ملهاش لازمة، أو حاجة تخسرها، أو تبقى أنت بالفعل قلت إن أنت ضيعت وقتك وفلوسك على الحاجات دي. فأول حاجة بالنسبة أو أول حاجة بالنسبة لنا إحنا لازم نفهم المشكلة عبارة عن إيه. سواء أنت عندك مشروع مثلا وحابب إنك أنت يبقى مشروع حقيقي على أرض الواقع، لازم تكون فاهم المشكلة بتاعة المشروع دي هتحل إيه بالظبط. هل والله المشكلة دي حقيقية وموجودة بالفعل؟ طب المشكلة دي موجودة عند مين بالظبط؟ مين اللي المتأثر بالمشكلة؟ يعني إحنا مثلا يمكن قعدنا فترة يمكن سنتين لحد النهاردة مش قادرين نوصل بشكل 100% وأقول لك والله أنا المشكلة بتاعتي موجودة عند مين، أو لو اتطلب مني أو سألت في سؤال في سيشن معين مين هو أهم شخص تضرر من مشكلة معامل العلوم التقليدية، أو المشكلة اللي أنت بسببها اضطريت تعمل حاجة للمعامل الافتراضية، أقول لك والله الطالب عنده مشكلة إن هو بالفعل مش قادر يستوعب الدروس بشكل عملي. طب بس أنا أصلاً الطالب، لو الطالب كده ولا كده هو بيتحط قدامه أو بيتعرض للتجربة اللي المدرس بيعملها. طب لو يعني لو أنا موجود جوه المدرس زي ما احنا كلنا اتعلمنا كده من مدرس بيشرح الدروس بطريقة نظرية بنسبة 70% منها، فأنا مش عارف إن أنا أصلاً مطلوب مني أن أعرف حاجة بطريقة عملية، فأنا مش هبقى حاسس بالمشكلة أصلاً. يعني أنا لو نزلت قلت للطالب انت عندك مشكله في معامل العلوم التقليديه، وانك لازم تبقى متوفر عندك معامل العلوم الافتراضيه ومش عارف ايه، هيقول لك لا ده انا جايب في العلوم 50 من 50. فهنا المشكله ان الطالب هنا ما بقاش حاسس بالمشكله الكبيره اللي متسبب فيها معمل العلوم التقليدي. طب انت والله جبت 50 من 50، طب انت فهمت؟ لا. طب انت فهمت الحاجات كلها؟ طبعا لو سألتك سؤال بيعتمد على الفهم هتقدر تنفذ الكلام ده؟ هتقدر تطبق المعلومة اللي في دماغك دي في مستويات جديدة؟ يعني انت واصل بالمستوى او بمستوى مقياس الفهم بتاعك او مستوى اسلوب التعلم بتاعك لطريقة التطبيق وطريقة انك فاهم والله المعادلة دي اتعملت ازاي؟ لا والله بس انا جايب 50 في 50 في العلوم. طيب هنروح للمدرس. المدرس ده
انت المشكله دي مقرقاك بنسبه قد ايه؟ هل تقدر بتعمل التجربه بتاعتك ازاي؟ الطلبه بتاعك بيفهموا التجربه بشكل عامل ازاي؟ فهنيجي نبص برضو هتلاقيه ممكن يكون هو اهم من الطالب في ان هو حاسس باهميه المعامل العلوم التقليديه، حاسس باهميه التجربه العمليه في شرح العلوم، حاسس بالوقت الكبير قوي اللي بيستهلكه في توفير المعامل التقليديه وتجهيز الادوات العمليه، وفي نفس الوقت المشكله اللي بيعانيها لما يجي يشرح الكلام ده بشكل اونلاين. احنا هنا بنتكلم بطريقه بقى ايه بفكر رياده الاعمال، واهم حاجه في رياده الاعمال هنا انا اللي انا محبش الفكره بتاعتي او محبش المشروع بتاعي، لان والله انا قاعد كده مع نفسي وبشوف مدى اهميه المشروع اللي انا بعمله للمشكله اللي موجوده. تمام، طيب بعد كده افهم مين المتضرر من المشكله دي بشكل كويس. عندي مطالب، عندي مدرس، عندي مدرسه. المدرسه هنخش جواها هنلاقي فيه مدير مدرسه مسؤول عن الجانب العملي او جانب بقى الفني والتربوي، هلاقي صاحب المدرسه اللي مسؤول عن الجوانب الماليه والماديه، ممكن يكون عنده مشكله دي كبيره جدا ان انا مش قادر اشتري اجهزه المعمل وبيطلبوا مني كل شويه صيانه، بيطلبوا مش عارف ايه. طب لو وفرنا لك معمل افتراضي بيحل لك كل المشاكل دي، فانا ممكن اعتمد المشكله دي موجوده عند صاحب المدرسه. طب المشكله دي موجوده عند المدير المدرسه، المشكله موجوده عند رئيس قسم العلوم. تمام، هنيجي تاني او رابع او خامس عنصر ممكن يكون متضرر من المشاكل دي هو ولي الامر. ولي الامر ده هو اللي هيدفع وهو اللي هيطلع الفلوس من جيبه وهو اللي بيذاكر لابنه في البيت، فده عنصر مهم لازم نشوف والله المشكله دي بالنسبه لك مهمه ولا مش مهمه. فشايفين مدى الشبكه اللي انت عشان تشوف المشكله دي لازم تعمل تحليل كامل للمشكله بتاعتك وتوصل بكل التحليلات دي لاهم عنصر متضرر في المشكله. طبعا اي يعني بتكلم على اساس ان كتير منكم مثلا في عنده مشاكل مختلفه بيحاول يتغلب عليها مثلا، وليكن بشكل مثلا افتراضي، مثلا لو حد والله بيحاول يحل مشكله الشادو تيتشر مثلا في العمليه التعليميه، دي مشكله مش لاقيين شادو تيتشر، وفي بعض او في جانب كبير من الطلبه بيحتاجوا مدرسين او مدرس مساعد، عشان هو طبعا عنده اي مشكله سواء كانت مشكله نفسيه او تربويه او مشاكل صحيه محتاج يبقى في مدرس مساعد موجود معاه. فمثلا مشكله كبيره جدا ان احنا مش بنلاقي بسهوله شادو تيتشر عندنا في المدرسه. طيب الشادو تيتشر دي مشكلته هتبقى عند مين بالظبط؟ الطالب ولا المدرس ولا ولي الامر ولا صاحب المدرسه؟ فبنفس الطريقة أشوف المجال اللي أنا شغال عليه وأروح أشوف مين العناصر عشان أفهم المشكلة بشكل حقيقي. طيب الآثار الناجمة عن المشكلة دي مقابل الحل بتاعك اللي أنت بتوفره. أنا والله ممكن عندي مشكلة كمدرس علوم أو كصاحب مدرسة في إن أنا أدفع صيانة وأجهزة للمعمل كل سنة، بس أنا بروح أوفر له حل مادياً مكلف اضعاف الحل اللي هو عنده اصلا او المشكله. فانا عشان احل المشكله اللي موجوده عندي فبدخل نفسي في مشاكل اكبر، او بدخل نفسي في مشاكل ماليه اكبر، او بدخل نفسي في مشاكل مثلا ممكن تتعرضني لمشاكل مع اولياء الامور، زي مثلا لو انا بوفر حل مع مثلا اللي شادو تيتشر مش مؤهلين او مش متدربين، فانا والله وفرت لكم حاجه بس الحل ده مش مناسب معايا او مش الطف حاجه مع اولياء الامور مع الطلبه. تمام، تاني حاجه تحليل السوق المستهدف. طبعا هنا بقى لازم هتيجي توفر لما تيجي تتكلم بقى مثلا في مشكله معينه تبدا تشتغل عليها، فانت لازم
تشوف السوق المستهدف من المشكلة دي أو حجم السوق بتاعك، هل عدد المستفيدين من الخدمة اللي أنت هتوفرها كبير ولا قليل، منتشر ولا في مكان محدود، بيتزايد باستمرار ولا هم دول وبس. زي مثلا لو أنا والله رايح أوفر حل هصرف عليه قد كده واشتغل عليه واشتغل عليه مدة طويلة، وفي الآخر الحل ده والله هيكون بس مثلا متوفر للطلبة ذوي مثلا نسبة أو الطلبة العبقريين بس. أنا والله موفر حل فلاني، حل فلاني للطلبة اللي تعدي نسبة نجاح، نسبة الذكاء بتاعهم 95% أو 99%. فالطلبة دي بالنسبة لي عدد محدود جدا. أنت مثلا لو أنا موجود منهم في مصر 50,000 طالب أو 20,000 طالب، فأنا متوقع إن أنا أوصل ل5,000 منهم. فال5,000 دول سوق محدود جدا جدا جدا، ما أقدرش إن أنا أبني مشروع ما يبقاش عنده قابلية للتوسع بعد كده. تمام، فلازم أكون فاهم مدى الجمهور بتاعي هوصل له إزاي. هل الجمهور ده منتشر ولا مش منتشر؟ يعني لما جينا عملنا معمل منصة فيلابي تحليل السوق بتاعها، والله لا ده دول الطلبة بتوع مصر، وكمان لما تخش على مناهج تانية فجميع الطلبة اللي في مناهج الدول المختلفة يقدروا يتعلموا من نفس التجارب اللي موجودة في المنهج المصري. فاحنا هنا قدامنا 60 مليون طالب موجودين في الوطن العربي. طب انت والله لو وفرت 5 لغات فانت تقدر توصل لطلبة موجودين في خمس، مش لغات بقى، لخمس مناطق بتستخدم اللغة دي. لو اللغة الفرنسية فأنت عندك دول كتير في أفريقيا بتستخدم فرنساوي، ودول وغير دولة فرنسا وغيرها من الدول اللي بتستخدم اللغة الفرنسية، وكذلك الألماني والإنجليزي. فأنت لازم تكون متخيل حجم السوق بتاعك سواء كان كبير أو صغير، لأن الحجم تحليلك لحجم السوق بيتترتب عليه المنتج بتاعك. يعني المنتج الموجود حاليا انا ما اقدرش انزل بيه على مستوى عالمي. ليه؟ لان المستوى العالمي ليه معايير تانية. عشان كده احنا بنجهز او بنخلص في الفيرجن الجديد ان شاء الله اللي هينزل الفتره الجايه. لما تيجي تنزل في دوله او دول زي الاتحاد الاوروبي، هتلاقي انك انت لازم تكون موفر معايير أهمها. مثلا انك ما تكونش بتتيح طرق دفع مختلف، طرق دفع في الاكونت بتاع الستودنت، دي ممكن تعرضك لمشاكل قانونيه في الدول دي. فبالتالي لازم نحطها في الحسبان، ولازم نبقى نعمل داشبورد كامله للبيرنت او ولي الامر يدخل من خلالها يدفع. فدي من ضمن الحاجات اللي مطلوبه في وانت بتعمل دراسه الجدوى للمشروع بتاعك. تاني حاجة، حجم المنافسين أو تحليل المنافسين. برضو ما روحش أعمل مشروع والمشروع ده وأتعب فيه وفي الآخر بعمل مثلا فصل افتراضي ومتوفر فيه كذا وكذا وكذا وكذا، وانزل ألاقي مثلا جوجل كلاس روم موفر لي الكلام ده بطريقة مجانية. فأنا هروح هاتي مع الناس تستخدم الفصل الافتراضي اللي أنا عامله، تستخدم الحاجات اللي أنا عاملها، وتسيب مايكروسوفت وتسيب جوجل. فهنا أنا ضيعت وقتي وفلوسي على حاجة موجودة بالفعل، وفي نفس الوقت موجودة بطريقة مجانية، وموجودة من منظمات عالمية، وموجودة بطريقة أحسن وأعلى بكتير قوي من اللي أنا عملته. طيب عملت مثلا منصة للكورسات الأونلاين مثلا أو فيديوهات، هتلاقي مثلا لو وفرت محتوى بالفيديو والمحتوى ده موجود بنفس الكواليتي وبنفس الجودة وبنفس مش عارف كل حاجة على اليوتيوب، فانت كده رحت برضو ضيعت وقتك وفلوسك على حاجة موجودة على اليوتيوب. في منصات كتير دلوقتي زي المنتور ويودمي خان اكاديمي، وكل المنصات دي بتتيح تعليم من خلال فيديوهات، وبتتيح كمان شهادات، وبتتيح دفع اونلاين، او بتتيح حاجات بطريقه مدفوعه. فهنا لازم اكون فاهم بقى المنافس بتاعي بيعمل ايه، ولما انا هتيح دفع فالدفع ده والله بتيح الحاجه دي مدفوعه عشان انت هتاخد شهاده،
فالشهادة دي لازم أكون مفكر قبلها وكاتب تحليلاتي إن أهمية الشهادة دي بالنسبة للمستهدف أو لليوزر بتاعي مدى أهميتها عاملة إزاي، تمام، ومدى الجهة اللي بتصدر الشهادة دي. فكل الكلام ده بيتم تداركه في دراسة الجدوى بتاعتك. بعد كده لو كل الكلام ده عملت له فاليديشن والمنتج بتاعك اخترق كل الحواجز دي ولقيت انت عندك اجابات لكل حاجه، وكل ما حد يقول لك مش عارف انت بتحلل المنافسين هيقول لك ده اسمه ايه ده عملها، هتقول له ده انا عندي والله واحد واثنين وثلاثه واربعه من الفيتشرز والمميزات اللي بتميزنا عنهم، وبالتالي انت اخترقت من الحاجز بتاع تحليل المنافسين. بتخش بقى تعمل فاليديشن او بتنزل تعمل فاليديشن او تقييم للمنتج بتاعك على ارض الواقع، وبتشوف مدى مناسبه المنتج اللي انت عملته ده ومدى قابليته للطلبه اللي موجودين، او مش الطلبه بقى للايه للمستخدمين اللي انت عملت ليهم الحل ده، ومدى مناسبة السعر ومدى انبساط المستخدمين اللي انت عملت لهم المنتج بالمنتج بتاعك، تمام. فكل الكلام ده بيتم بقى بطريقة عملية مش بطريقة نظرية وعلى ورق وبتبحث وكلام من ده، لا انت بتنزل وبتعمل الاختبارات دي على عينة ما تقلش عن 100 من الطالب. وهنا طبعا احنا يعني ممكن يكون اغلبنا متخصصين في البحث العلمي، ما شاء الله، يعني شايف اساتذه ودكاتره وبعض اساتذتنا كمان موجودين، فدول نفس الفكره بالظبط اللي احنا بنعملها في البحث الاكاديمي، ان انا والله بطبق عليهم معالجه تجريبيه وببدا اشوف مدى فعاليه البحث ده، هتتعمل بس بطريقه عمليه، وعشان ابدا اقيس مدى اهميه وفعالية المنتج بتاعي للطلبة أو للمستخدمين بتوعي، كمان مدى مناسبة السعر، لأن ده في البحث الأكاديمي الحاجات بتكون بطريقة مجانية وبالطريقة بنتحايل على عينة البحث عشان يعملوها عشان ناخد إحنا النتيجة بتاعتنا ونعملها في أو نستخدمها في المعالجة الإحصائية بتاعتنا. لكن هنا الطريقة مختلفة تماما، ده لازم المستخدم ده يبقى هو اللي حابب يجرب المنتج بتاعك وعنده قابلية انه يدفع فيه وعنده قابلية ان يواجه خبرة المستخدم وانه يبذل مجهود عشان يفهم الحاجة دي. هنا انت بتست حاجات كتيرة جدا من ضمنها أهمية المنتج ده بالنسبة لك. فانت لما تلاقي مثلا حد بيتصل بيك كل شويه انا عايز اجرب، طب انا مش عارف لما دخلت عملت تسجيل الدخول ما عرفتش، فلما جيت هنا عملت كذا، فانت بتحس باهميه المنتج ده للعينه المستخدمه. طيب بعد ما عملنا الكلام ده كله وهتيجي عندنا بقى الفرق او العائق الاكبر في ان احنا ازاي نحصل على تمويل وان ازاي نوفر مصادر مالية للحاجات لشان ننتج الشغل بتاعنا. ويمكن هنا هتكلم على خبرة شخصية أكتر، وإحنا بننتج منصة فيلابي وبرضه في المنهج في الوطن في دولة مصر عامة، أنا معرفش أغلب المستخدمين أو قصدي أغلب الجمهور مصري ولا في حد من دول تانية. عندنا في مصر يمكن على مدار السنتين اللي فاتوا لاحظنا اهتمام كبير جدا من الدولة والقيادة السياسية إن يكون فيه اهتمام بريادة الأعمال والمشاريع أو الستارت أب الموجودة اللي بتقدر تحل لنا مشاكل. عشان كده يمكن كان حظنا كويس اللي احنا شاركنا في بعض البرامج والمسابقات اللي وفرت لنا دعم علمي ودعم مادي كمان عشان نقدر نتخطى كل المراحل اللي كنت لسه بتكلم عليها دلوقتي، من إنتاج النموذج الأولي وعمل فاليديشن ليه واختبار السوق والنزول بالفعل في السوق
والحصول على مجموعة عملاء وكده. فكانت بدايتنا الصراحة، بدايتنا كانت في حاضنة أعمال جامعة القاهرة، فيبس بزنس انكيوبيتر، ودي موجودة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، وهي بالفعل شغالة لحد الآن، وهي من ضمن أهم الحاضنات الأعمال اللي موجودة جوه الجامعات المصرية. ودي يقدر أي حد، مش شرط إنه يكون باحث، مش شرط إنه يكون في جامعة القاهرة، مش شرط إنه يكون في أي جامعة تانية، مش شرط إنه يكون طالب أو خريج، تقدر تروح تتقدم ليها بمشروعك وتبدأ تخش معاهم فترة احتضان. الفترة دي بتكون حوالي 3 شهور. ال3 شهور دول بتتعلم فيهم إزاي تنفذ دراسة الجدوى أو تعملها بنفس الطريقة اللي كنا بنتكلم عليها دلوقتي، وطبعا بتتم على إيد متخصصين وخبراء في المجالات المختلفة، بالإضافة كمان إن بيكون فيها دعم مادي أولي كده تبدأ تنفذ بيه النموذج الأولي بتاعك. بعدها إحنا كمان شاركنا في تبع صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية إنوفيت إيجيبت، ده موجود في أكاديمية البحث العلمي، وده برضه شغال لحد الآن من ضمن أهم مصادر الدعم والتمويل اللي موجودة للباحثين في الدول، في الجامعات المختلفة في مصر. ويمكن هنا من ضمن المميزات بتاعته إن هو بيوفر الدعم ده للباحثين سواء كانوا صف جامعة أو كمان بره صف الجامعة، بس شرط إنك تكون باحث دكتوراه. ويمكن ده من ضمن الحاجات اللي مش منتشرة قوي للخدمات اللي بتقدم من أكاديمية البحث العلمي. أنت تقدر لو أنت باحث في مرحلة الدكتوراه تتقدم لنفس الفرص البحثية والتمويلية اللي بياخدها أو اللي بيجيها الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية. فده برضو من ضمن الفرص اللي احنا اتعرضنا ليها واللي كانت مفيدة، لأن كانوا إنوفيت إيجيبت هو برنامج بيتم عن طريق خبراء أمريكان من شركة أمريكية، بيتم تحت إشراف أكاديمية البحث العلمي وصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، ولكن بتنفيذ كامل من استشاريين من دولة من أمريكا يعني. بعدها إحنا يعني تم اختيارنا من قبل الاتحاد الأفريقي عشان نشارك في Innovating Education in Africa Expo، واللي بيكون موجود كل سنة في دولة مختلفة تحت إشراف الاتحاد الأفريقي. والحمد لله كنا شاركنا في دولة بوتسوانا 2019 وبأزمة كورونا طبعا. كمان بعدها في بعض المسابقات والجوائز اللي حصلنا عليها زي مسابقة نهضة مصر ادفنتشرز الموجودة، كانت موجودة في تكن سوميت في اسكندرية 2019، وكمان مسابقة البنك الإسلامي للتنمية. طبعا كل ده مصادر مالية بتساعدنا إن إحنا بنبني المشروع بتاعنا وبنطوره خطوة بخطوة من غير استثمارات ومن غير مستثمرين ومن غير ما بندور على أي مصادر مالية ممكن تكون أصلا مكلفة أو إنك تاخد وقت، أو إنك أنت والله لازم تكون حققت تارجت معين عشان يبقى تخش على دائرة استثمار معينة. كمان شاركنا احنا بعدها في 2020 او تم دعوتنا من قبل مكتب الامم المتحده في فيينا عشان نشارك في مؤتمر زيرو بروجكت، واللي كان بيهتم باهم الابتكارات التعليميه في العالم كله، واللي بتساعد الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصه ان هم يتعلموا بطريقه مماثله للطلاب او الطلاب الاصحاء. وحاليا احنا موجودين في برنامج ميت اب التابع للاتحاد الاوروبي، واللي برضه بالشرف اللي هو بيساعدنا في التمويل المشروع. دي صور من بعض المسابقات المحليه اللي احنا شاركنا فيها في اكاديميه في نهضه مصر وصندوق والبنك الاسلامي للتنميه. وهنا كانت مشاركتنا في مقر الأمم المتحدة في فيينا، وكمان في مقر الاتحاد الأفريقي في بوتسوانا.
يعني شكرا جزيلا لحضراتكم، ودلوقتي بس هاخدكم في جولة سريعة عن منطقة أو جوه منصة فيلابي، ونتعرف مع بعض على المنصة بشكل سريع جدا. عارف طولت على حضراتكم بس بسرعة جدا. بنخش على فيلابي.com، وعلى طول بنخش عندنا بنلاقي الهوم بيج بتاعتنا، بيكون فيها اختصارات مباشرة لبعض التجارب، وبيكون فيها بعض المعلومات عننا والأخبار عن المنصة. احنا بالمناسبة كمان يعني مقر الشركة بتاعتنا في دمياط، في محافظة دمياط نفسها، مش احناش في القاهرة أو في حاجة من المحافظات الكبيرة. والحمد لله قادرين نوصل لعملاء كتير، سواء كان في مصر أو بره مصر. ويشرفنا طبعا أغلب التيم اللي شغال مصري ومن محافظة دمياط ومن بعض محافظات الدلتا. هنا تقدر تختار اللغة ما بين الخمس لغات اللي موجودين في المنصة، اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والإندونيسية، وبعد كده بتعمل لوجن بطريقة عادية خالص كستيودنت يعني، أو كطالب. بعد كده لما بندخل عندنا تقسيمتين للتجارب، يا إما بالمناهج المختلفة، أو تقدر توصل لتصنيفة المناهج سواء كانت كيميائية أو فيزيائية أو بيولوجية. عندنا مثلا تجارب الكيمياء وتجارب الفيزياء، تقدر توصل لقائمة التجارب بتاعت الكيمياء وقائمة التجارب بتاعت الفيزياء بشكل منفصل، ودي بتساعد الطلبة اللي هم داخلين من خلال، أو الطلبة اللي مش ملتزمين بمناهج مصرية أو بمناهج معينة. لكن لو عايز تروح للتصنيف بتاع المراحل الدراسية في الدول المختلفة، فأنت تروح هنا على التجارب، وبعد كده بنختار المنهج المصري، بنختار المرحلة الإعدادية، بنختار مثلا الصف الثاني الإعدادي، بنختار الفصل الدراسي الثاني، بنختار مادة العلوم. كل ده عشان نعمل بحث فيوصلنا لقائمة التجارب المقررة على المناهج أو على المرحلة الدراسية للطلبة الإعدادي، واللي بالفعل قلنا هيوصل هنا يلاقي كل التجارب المقررة عليه في المنهج بتاعه. بعد كده بيختار مثلا التجربة دي عايز يعملها، فبيدخل على التجربة. زي ما احنا شايفين هنا التجربة بتفتح على المتصفح بسهولة جدا وبسرعة جدا. التقنية اسمها HTML5، أو عبارة عن تطبيقات الويب التفاعلية، بتكون خفيفة على المتصفحات، تقدر تفتحها من خلال الموبايل ومن خلال اللابتوب أو من خلال التابلت. التجربة ممكن تفتح في خلال 20 ثانية بالظبط أو أقل. طبعا ده مقابل التجارب الـ 3D بالكامل، انت محتاج على الاقل 3 دقائق وسرعه نت قويه وجهاز قوي عشان يفتح لك المعمل او يفتح لك التجربه. هنا تقدر تعمل فول سكرين وتخش او تدخل على الوضع ملء الشاشه. من البدايه تقدر تختار اللغه العربيه واللغه الانجليزيه، واللي بتغير لك كل السيستم بتاع المعمل بتاعك. تقدر تخفي التعليمات او تظهرها من هنا، واللي بترتب عليها نظام الجيميفيكيشن وتتبع السكور بقى بتاع الطالب. كمان تقدر انك تختار خلفية المعمل، وهي طبعا بتبقى مناسبة شوية مع المدرسين اللي حابين يغيروا او حابين يميزوا العناصر اللي موجودة عن خلفية المعمل. لو انا مثلا بعمل على التجربة وبيطلع لي منها أبخرة بيضاء أو غاز معين، عايز يبقى فيه خلفية غامقة عشان الغاز ده يظهر بشكل مباشر. هنا المعمل بتاعي أقدر أتحكم فيه عن طريق الأجهزة أو الزراير اللي فوق هنا، في سبورة المعمل اللي بيكون فيها الأدوات وبيكون فيها الخطوات بتاعة التجربة والأنشطة التفاعلية، وكمان الفيديوهات أو الإطار النظري وكمان الإطار التفاعلي. هنا بيبقى مطلوب مني ان انا اروح اسحب ادوات التجربه من مكتبه المعمل. بالفعل بيكون في عندي البوكس الابيض اللي تحت ده متوفر فيه الادوات بتاعتي كلها.
تمام، ابدا اروح اسحب العناصر بتاعتي المطلوبه. طبعا اي عنصر مش موجود بيرجع تاني او مش مطلوب مني فبيرجع تاني عند ترابيزه المعمل. هنا ببدا اسحب كل الحاجات المطلوبه، كل حاجه بختارها بصح بتختفي من البوكس الابيض اللي تحت ده. بعد كده بروح اعمل الخطوات بتاعتي بالتعليمات اللي المدرس بيقولها لي. تمام، دي مثلا تجربة بتعبر عن تمثيل الحركة الاهتزازية بيانيا. فببدأ هنا أبدأ أعمل الخطوات بتاعتي وأبدأ أشرح التجربة بالظبط كأني موجود في المعمل. طبعا لو أنا مدرس علوم هنا قدام الطلبة بتوعي، فأنا ببدأ أشرح لهم بقى الكلام النظري وأبدأ أشرح لهم الهدف من التجربة وأشرح لهم المغزى من وراء التجربة دي. ممكن نعمل تجربة تانية لو نرجع للمنهج بتاعنا تاني ونختار تجربة تانية مثلا في نفس المجال بتاع تانية إعدادي. ممكن نفتح تجربة زي دي مثلا. برضه هنا أقدر إن أنا أدخل على وضع ملء الشاشة وأبدأ أدخل أضغط على موافق وأبدأ التجربة. طبعا التجربة عبارة عن قانون أو قانون القانونين بتوع المراية المستوية. هنا أدوات وخطوات التجربة والاستنتاج والأنشطة والاختبارات واللينكات الخارجية المتوفرة، ده إن شاء الله هنجعلها بعد ما أخلص التجربة. هنا ببدأ أروح على طول أعمل التجربة، أبدأ أختار أدوات بتاعتي من مكتبة المعمل هنا بطريقة سريعة جدا. طبعا يشرفني جدا حضراتكم تجربوا المنصة، وكمان هتحلكوا أبدأ يعني أحاول إن أنا أوفر سواء لو في إيميلات أو في حاجة دكتور محمد يقدر يوصلك هو بيها. شكرا لدكتور محمد ندى، شكرا لحضرتك جدا دكتور محمد، وشكرا على وقتك الكريم. بالنسبه للايميلات ان شاء الله حضرتك ممكن تكريتي مثلا اكونت، وانا هبعت للناس اللي هيعملوا التقييم عندنا في الورشه، هجمع الايميلات بتاعتهم وابعتهم لحضرتك وتعمل لهم اكونت. تمام، يعني ممكن أوفر يعني زي برومو كود مثلا تقدروا تستخدموه هنا. بس اخر حاجه سريعه قبل ما اقفل، فكره النشاط التفاعلي اللي موجود على السبوره. انا بقول للطالب او بدل الطالب هنا نشاط، والله النشاط ده مطلوب منه انه يجاوب عليه، وبناء على اجابته صح او غلط بيبدا ياخد عليها سكور او بياخد عليها درجه. فانا عندي كذا مسار، مثلا لمسار الاشعه او سقوط الاشعه على سطح مستوي، ببدا ان انا استخدم الادوات اللي موجوده عندي ولو اشوف واشوف الاجابه الصحيحه وابدا اجاوب عليها بالطريقه اللي انا شايفها مناسبه، وبناء على الاجابه بتاعتي باخد درجه او باخد سكور على الاختيار بتاعي. تمام، يعني في الاخر بحب اشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وانا اسف جدا على الاطاله والسرعه في الكلام لو كان موجود يعني. ويأتمنى إن احنا نساعد بقدر أو حتى لو بسيط في إن احنا نحسن التعليم الأونلاين والتعليم عن بعد لطلبة المدارس، ونوفر لهم حلول تعليمية مناسبة ليهم يعني. شكرا جزيلا لوقتكم، وشكرا جزيلا لدكتور محمد ومنظمة إيمرج أفريقيا على وقتكم، وسعدت جدا بكم يعني، وجاهز لاستقبال أي أسئلة. في البدايه انا بتوجه بخلص الشكر والتقدير لحضرتك دكتور محمد، وشكرا ليك على وقتك، وان شاء الله ان شاء الله نبارك لك بكل التوفيق والنجاح قريب ان شاء الله. يعني هو كانت الورشه النهارده كانت ورشه فكره مشروع، فكره بحث ما تحطش في الدرج، لا طلع على ارض الواقع وتنفذ واشتغل عليه الباحث وطلع منه مشروع وبدا يجيب فند وبدا يشتغل عليه، وفي رياده اعمال وفي افكار.
فاحنا كناس متخصصه في مجال تكنولوجيا التعليم لنا دور كبير ان احنا لازم ما نبقاش افكار بس وبنترك على الارض الاحلام، لا لازم ننتقل منها طيب ان هي تكون فكره ان احنا ننفذها ونشتغل بيها. فايمرج افريكا يعني دي تعتبر حاجه، تعتبر من الحاجات الجديده اللي احنا بدانا نعملها، ان احنا نعمل عمليه ناخد رياده الاعمال ونشتغل عليها ونطلع الافكار اللي احنا بنشتغل نتكلم عليها. فقبل ما ننتقل يعني دلوقتي احنا نفتح باب الاسئله لكل الحضور الكرام، بس يا ريت اللي عنده سؤال يرفع ايده عشان نفتح المايك له بحيث ان احنا ناخد الترتيبات مع بعض. في سؤال وصل لنا بيقول لك هل من الممكن توليف المنصات توليف المنصه للكليات الانسانيه؟ وشكرا. انا مش فاهم توليف يعني ايه، بس يعني تطبيقها مثلا مع الطلبه في الكليات التربويه مثلا. تمام، لو كان كده متهيألي اظن ان احنا ممكن نعمل حاجات منصات كتيره يا دكتور محمد. لا لا، يقصد الطلبه مثلا في التربيه العملي او المدرسين نفسهم، بحيث ان الطالب خارج من التربيه العملي هو اصلا بالفعل متدرب على معامل افتراضيه وعنده نماذج بيشتغل عليها. فطبعا يعني ده من ضمن الحاجات المهمه جدا، ان الطلبه عندنا مش بس اللي هو الطالب المعلم يكون متعلم يستخدم معامل افتراضيه، لا كمان الطلاب المعلمين في مراحل او هم بيدرسوا تكنولوجيا التعليم في كليات التربيه. يعني برضو مش عارف اتكلم ومعانا استاذنا الدكتور يسري ابو العين، تقريبا انا شايفه موجود، فاستاذنا في تكنولوجيا التعليم هو اللي يقدر يفيدنا اكتر كمان في ان ازاي الطلبه في الكليات الانسانيه. طبعا يقصد اكيد يقصد كليه التربيه او تربيه نوعيه، يقدروا ان يبقى عندهم حلول وهم رايحين التربيه العملي بينفذوها، مش بس ان هي فكره بتعلم نظري وبس. يعني دكتور محمد اهلا وسهلا بيك، وانا سعيد ان حضرتك اللي بتحضر المحاضره ديت. ولما جالي الايميل انا بصراحه على طول سجلت علشان احضر لك واكون معاك ان شاء الله. والله شرف لينا. كلام حضرتك واقعي فعلا بالنسبه للمعامل الافتراضيه، من الممكن ان طلاب التدريب الميداني يستخدموا المعامل الافتراضيه لتنفيذ تجاربهم مع طلاب، وامثله عديده يعني. بالظبط بالظبط كده يا استاذنا. في ظل الظروف جائحه كورونا وانقطاع الحضور او التدريب المباشر مع الطلاب. بالظبط 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 استاذنا فاضل، ويعني شرف كبير جدا لينا ان نحضر حضرتك النهارده. فشكرا جزيلا لحضرتك ومداخلتك. شكرا دكتور محمد. شكرا دكتور يوسري، واهلا بيك معنا في ايمرج افريكا العربي. دلوقتي هل يمكن تنفيذها تعليم اللغه العربيه للناطقين بغيرها؟ دي اظن طبيعي يعني ممكن تنفذ منصات بتساعد في تعليم اللغه العربيه غير النطق. هي فيها انشطه طبعا، يعني كل ماده ليها الانشطه التفاعليه الخاصه بيها. احنا بنتكلم على المعمل الافتراضي، ده بيكون ليه مجالات محدده زي مجال العلوم، مجال الرياضه. يعني في العلوم عندنا كيمياء وفيزياء بيولوجي، في الرياضه عندنا الديناميكا والرياضيات اللي هي اثنين ممكن تتنفذ بطريقه عمليه. في الانجليزي في معامل علوم في معامل افتراضيه، اقصد في اللغة الإنجليزية كمان، بحيث إن هي تكون يعني الفيرشوال لاب معروف المجالات بتاعته، لكن الفكرة الفيرشوال لاب بتوفر في اللغة العربية ما شفناهاش بصراحة. المتاحف الافتراضية موجودة في الدراسات وموجودة في التاريخ والجغرافيا والحاجات دي كلها، فكل مادة بيكون ليها السوليوشن المناسبة ليها. وزي ما كنت بتكلم برضو إن إحنا لازم نوفر الحل يكون مناسب للمشكلة اللي موجودة. فاللغة العربية ليها الأنشطة التفاعلية اللي ما نقدرش نسميها معامل افتراضية. معلش دكتور محمد أقطع حضرتك، بس في حد مسمى سينسا نشر رابط على الجروب يا جماعة، بيقول إن هو يسعدنا حضور الانضمام لقنوات التواصل الاجتماعي. يا ريت يا جماعة الرابط ده لا يمس الإيميرج أفريكا، وأنا ما أعرفش هو رابط سليم ولا رابط ممكن يكون رابط سبام أو أي حاجة. ف
فده انا هو الشخص ده تم حذفه من الجروب، بس يعني انا ببلغ حضرتك ان انا الراجل ده اللي مت بصله لايمرج افريكا. معاك يا دكتور. تمام تمام جدا يا دكتور، ولو في اي اسئله طبعا جاهز لحضرتكم. في اي حد من الحضور الكرام عنده اي سؤال يا جماعه ممكن يرفع ايده. اللي كان بيقصد اداب واثار في الكليات الانسانيه، لا احنا يعني الكليات الانسانيه اللي احنا يعني اللي كنت اقصد فيها بالرد على الاجابه بتاعتي، اللي هي الكليات اللي بتخرج منها الطلبه اللي هم المدرسين يعني، او اللي بيتعاملوا مع مجال التعليم. لكن اداب واثار طبعا اثار فيها فكره المتاحف الافتراضيه، وكمان المعامل، في طبعا بيكون في معامل زي معامل التنقيب او بعض الحاجات اللي بتعامل فيها مع الاثار، سواء بقى بيتعلم ازاي بيتعامل مع مومياوات او اثار من غير ما يخدشها او كلام من ده. بس دي طبعا هتحتاج تقنيات اللي هي الواقع الافتراضي بيكون انسب ليها. كمان الزيارات الافتراضيه والمتاحف الافتراضيه دي جميله جدا، في فكره ان انت بتعلم طلبه اثار ان هو يسافر عبر الزمن ويحضر في حقبه تاريخيه محدده ويفهم الواقع بتاعه الواقع الافتراضي بشكل اقوى يعني. فطبعا ممكن تنفذها مع كليات اثار بشكل قوي جدا، بس طبعا بتختلف المسميات وبتختلف التقنيات المستخدمه، مش بس معمل افتراضي، لا ده ساعتها بنخش على فكره الواقع الافتراضي والمتحف الافتراضي والحاجات دي. طبعا الامثله كتيره جدا جدا جدا، ويتمنى ان الوقت يكون الان في مصر بقى اللي احنا نبدا نستخدمها بالفعل بشكل عملي يعني. انا بتوجه وخلاص شكرا لحضرتك دكتور محمد. هي تعتبر المعامل الافتراضيه والشغل اللي انت بتشتغله ده من احسن الحاجات اللي موجوده في الواقع الحالي، لان احنا محتاجين حاجات زي كده بسبب جائحه كورونا وبسبب غير يعني الشورتج اللي موجود في المصادر الفعليه في المجتمعات بتاعتنا. فده ممكن يوفر علينا مصادر اضافيه ومصادر ماديه للمدارس والمجتمعات التعليميه وينجح باي شكل باشكال مختلفه بصوره كويسه جدا. انا تاني مره ومره يعني مرات عديده بتوجه لحضرتك دكتور محمد بتواجدك معانا، وبتوجه بخلص الشكر والتقدير لكل الحضور الكرام. في التنبيه الاولاني ان يا جماعه ان الحد اللي نشر الرابط ده انا ما اعرفش هو رابط ايه، فانا يا جماعه ما حدش يشتغل على الرابط ده خالص انا ما اعرفوش. بالنسبه للدكتور محمد لما نوه على ان احنا في امكانيه ان احنا الناس تاخد اكونتات من عند ابرومو كود من المنصه، هذا الرابط اللي هو بتاعنا بتاع التقييم الورشه ان شاء الله، الرابط ده اللي انا نشرته حاليا دلوقتي. كل الناس اللي هتسجل معانا انا هاخد الايميلات بتاعتها وابعتها ان شاء الله لدكتور محمد، او نشوف ايه التواصل اللي هيحصل بينا ببعض بحيث الحكايه دي، بس الايميلات تكون موجوده معايا وان شاء الله هبعت لهم البرومو كود من دكتور محمد. اللي عاوز يعرف ايميرج افريكا بتعمل ايه او ايه الحاجات اللي احنا بنعملها والايفنتات اللي احنا بنعملها في عربي وفي انجليزي عندنا على الجروب بتاعنا على الفيسبوك، وكمان احنا عندنا التشانل بتاعتنا اللي هي يعتبر عليها دلوقتي اكتر من 100 فيديو بالعربي والانجليزي بتتكلم في مجال تخصصات تكنولوجيا التعليم والتعليم في التعليم العالي بصفه عامه، وبتتكلم على الليرن ديزاين والكواليتي اشورنس والحاجات دي كلها. ودي القناه دي اظن ان هي تعتبر حاجه كويسه، ولو انتوا عملتوا لها سبسكرايب هتبقوا عارفين كل الايفنتات اللي احنا بنعملها مباشره اونلاين. وكمان ده الموقع بتاعنا اللي احنا موجود على الانترنت emergeafrica.net، واللي حابب ان هو يتطوع معانا في ايميرج افريكا بالعربي احنا كلنا متطوعين ان هو يدخل على السايت ده ويسجل اسمه ويسجل اسم الورشه اللي هو حابب ان هو يتطوع فيها ويتعامل معانا، وان شاء الله انا هتواصل معاه ونكمل مع بعض. ولو في اي حد من الحضور الكرام عنده اي سؤال موجه لايميرج افريكا انا مستعد اسمعه، ويا رب نكون احنا بنحاول نوصل لمعلومه وبنوصلها لحضراتكم ان احنا بنتعلم مع بعض، ويا رب تكون المعلومه دي واصله ونكون قادرين نساعد بعض ان شاء الله. لو في اي حد من الحضور الكرام عنده اي اضافه بالنسبه لايميرج افريكا انا مستمع لحضراتكم جميعا. حابين حاجه اضافيه فيها؟ حابين حاجه؟
المايك مفتوح يا جماعة. طيب أنا بشكركم وبكرر شكر لحضراتكم جدا وبكرر شكر ليكم على وجودكم معانا إن شاء الله في إيمج أفريكا، وإن شاء الله إن شاء الله نتقابل في ورش جديدة، وبكرر شكر للدكتور محمد وبكرر شكر للدكتور ياسين اللي كان موجود معانا. كل الحضور الكرام كل أعمالك وإن شاء الله مميزة. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نتقابل إن شاء الله في ورش قادمة، وفي ورش جديدة إن شاء الله هنبدأ فيها وقبلها شهادات المرة القادمة بإذن الله عز وجل. نتكلم عن دمار جودة التعليم الفنون أكثر من دورة مستمرة، ومن خلال الدورات دي هيبقى في شهادة لكل الحضور معنا إن شاء الله. نراكم في ورش جديدة مع إيمج أفريقيا العربي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.